السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ درسنا أعزائي طلاب الصف الخامس، ألا وهو الهمزة المتوسطة، في الصفحة 67 من مادة اللغة العربية. سنتعرف ما هي الهمزة المتوسطة وكيفية كتابتها، ولكن دعونا أولاً نتذكر معاً همزة الوصل وهمزة القطع التي شرحناها في درس سابق. فهمزة الوصل وهمزة القطع تقعان في بداية الكلمة. همزة القطع تلفظ في أول الكلام ووسطه، أما همزة الوصل فتلفظ فقط في بداية الكلام ولا تلفظ في وسطه إذا تم وصلها مع ما قبلها. أما الهمزة المتوسطة فسنتعرف إليها من خلال الأمثلة الآتية: نصب الصياد المصائد، يستأصل الصياد كيس المسك، مؤيد طالب خلوق. إذا تأملنا هذه الأمثلة وتأملنا الكلمات التي تحتها خط، وهي المصائد، يستأصل، مؤيد، نلاحظ أن هذه الكلمات احتوت على همزة. أين وقعت هذه الهمزة؟ هل وقعت في بداية الكلمة؟ أم في وسطها؟ أم في نهايتها؟ بالتأكيد وقعت في وسطها، لهذا سميت بالهمزة المتوسطة. إذن الهمزة المتوسطة هي الهمزة التي تقع في وسط الكلمة. لنتأمل مجدداً أعزائي في الكلمات التي تحتها خط. نلاحظ أن الهمزة المتوسطة كتبت على صور عدة، ففي المثال الأول كتبت على نبرة، وفي المثال الثاني كتبت على ألف، وفي المثال الثالث كتبت على واو. ما السبب في رأيكم؟ السبب هو حركة الهمزة وحركة ما قبلها، فباختلاف الحركة تختلف كتابة الهمزة. فمثلاً كلمة المصائد في المثال الأول كتبت فيها الهمزة على نبرة، لأن حركة الهمزة هي الكسرة، والكسرة كما تعلمون هي أقوى الحركات، فتكتب الهمزة وفقاً للحركة الأقوى، والحرف المناسب للكسرة هو الياء أو النبرة، فكتبت الهمزة على نبرة. أما في المثال الثاني يستأصل، إذا نظرنا إليها ونظرنا إلى حركة الهمزة وحركة ما قبلها، نلاحظ أن حركة الهمزة هي السكون، والسكون هي أضعف الحركات، وحركة ما قبلها الفتحة، وبالتأكيد الفتحة أقوى من السكون، والحرف المناسب للفتحة هو الألف، فكتبت الهمزة على ألف. وكلمة مؤيد في المثال الثالث كتبت فيها الهمزة كما تلاحظون على واو. ما السبب؟ نلاحظ أن حركة الهمزة هي الفتحة وحركة ما قبلها الضمة. أيهما أقوى، الضمة أم الفتحة؟ بالطبع الضمة أقوى من الفتحة، فكتبت الهمزة على واو. نستنتج أعزائي الطلبة أن الهمزة المتوسطة تكتب وفقاً للحركة الأقوى، فأقوى الحركات هي الكسرة، تليها الضمة، وبعدها الفتحة، وأخيراً السكون، وهي أضعف الحركات. إذن الهمزة المتوسطة هي الهمزة التي تقع في وسط الكلمة وتكتب إما على ألف أو على واو أو على ياء. عند كتابة الهمزة المتوسطة ننظر إلى حركة الهمزة وحركة ما قبلها، وتكتب الهمزة وفقاً للحركة الأقوى. تكتب الهمزة على نبرة إذا كانت الحركة الأقوى هي الكسرة، مثل مئذنة، وتكتب الهمزة على واو إذا كانت الحركة الأقوى هي الضمة، مثل بؤس، وتكتب الهمزة على ألف إذا كانت الحركة الأقوى هي الفتحة، مثل مأزق. لدينا أعزائي هذا المثال، نريد أن نضع الهمزة بشكلها المناسب في الفراغ. ننظر أولاً إلى حركة الهمزة، وكما ترون في الفراغ سكون،
وننظر إلى حركة ما قبلها، ونلاحظ أن حركة ما قبلها هي الضمة. أيهما أقوى، الضمة أم السكون؟ بالتأكيد الضمة. إذن كيف تكتب الهمزة؟ وما الحرف المناسب للضمة؟ تكتب الهمزة على واو لأن الحرف المناسب للضمة هو الواو، فتصبح الكلمة مؤمن. لدينا أيضا مثال آخر، ما سبب كتابة الهمزة على هذه الصورة في كلمة مؤسسة؟ كتبت الهمزة على واو، لماذا؟ إذا لاحظنا إلى حركة الهمزة نرى أنها فتحة، وحركة ما قبلها ضمة، والضمة أقوى من الفتحة، فكتبت الهمزة وفقاً للحركة الأقوى وهي الضمة، والحرف المناسب للضمة هو الواو، فتكون الإجابة لأن الهمزة مفتوحة وما قبلها مضموم، والضمة أقوى من الفتحة فكتبت على واو. لدينا الآن تدريبات خارجية، آمل أن تحلوها وتتقنوا كتابة الهمزة. التدريب الأول، أعد كتابة الهمزة بالشكل المناسب بالكلمات الآتية: فأس، مسألة، فؤاد، سؤال، بئر. التدريب الثاني، فسر سبب كتابة الهمزة على هذه الصورة فيما يأتي: ذئب، مأمون، يؤازر. إلى هنا أعزائي ننتهي من شرح هذا الدرس، آمل أن يكون سهلاً وواضحاً.